عين وعينان وثلاث عيون. في أرض بعيدة كان هناك سيدة تعيش مع بناتها الثلاث. الكبرى تدعى عين، والوسطى ثلاث عيون، والصغرى عينان. كانت الأم تحب ابنتيها الأكبر أكثر وتلبي كل احتياجاتهما. شكرا جزيلا يا أمي. كانت الأخت الصغرى تقوم بالأعمال المنزلية، بالرغم من أنهن يخبرنها دائما أنها عديمة الفائدة. وكانوا لا يدعونها للعشاء معهن. أمي، عينان لا تستحق أن تأكل معنا لأنها لا تفعل شيئا صحيحا. لكن أنا... لذلك لم تدعها أمها تأكل معهن على الطاولة. كانوا يعطونها ما تبقى من طعامهن، وبالرغم من ذلك فقد كانت ذات قلب طيب وتحب المساعدة. وبيوم أتت عين وثلاث عيون إلى أختهما عينان وأهانوها وألقوا عليها ملابسهما المتسخة. أنت لم تنظفي هذه الملابس جيدا، نظفيهم مجددا. تركت عينان المنزل ببكاء وذهبت للنهر لتغسلهم مجددا. لماذا يعاملني هكذا؟ ماذا فعلت لأستحق هذا؟ وبينما كانت تبكي ظهرت جنية أمامها. لقد أبهرتها بملابسها اللامعة، لكنها أبقت وجهها مخفياً عنها. لماذا تبكين أيتها الجميلة؟ أبكي لأنني صغرى في المنزل، وأمي وأخواتي يخبرنني دائماً أنني بلا فائدة ويكرهنني ويعطونني بقايا طعامهن. لا تحزني يا جميلة، لدي هدية لك. هذه عصا سحرية، إذا لوحت بها ثلاث مرات وتمنيت أمنية ستتحقق على الفور. تمنت عينان أمنية وظهرت طاولة عشاء أمامها. كانت مليئة بأصناف الطعام اللذيذ. انظروا لهذه الأطباق، كلها أصناف طازجة وشهية. لقد كانت جائعة جدا، لذا بدأت تأكل الطعام بنهم. عندما تنتهين عليك بالتلويح بها مرتين، تذكري هذا، مرتين فقط. واختفت بدون أن تريها وجهها. بعدما أنهت عينان طعامها لوحت بالعصا مرتين فاختفت الطاولة. أخيرا شبعت، أنا سعيدة الآن، لكن علي أن أخفيها عن أخواتي وأمي وإلا سيقاتلنني عليها. عادت عينان للمنزل مستخدمة العصا السحرية كعصا للمشي. لاحظت بقايا الأكل على الطاولة لكنها لم تأكلها. كانت تأخذ عصاها وتخرج كل يوم. ذهبت لحافة النهر ولوحت بيدها وأكلت كما أرادت. وبيوم عادت عينان للمنزل ولاحظت أخواتها عين وثلاث عيون تغيراً في أختهما عينان. لماذا تعود عينان مبتسمة من الخارج كل يوم ولم تعد تأكل بقايا الطعام؟ وفي اليوم التالي تبعت الأختان الغيورتان أختهما عينان وهي ذاهبة للخارج. بعدها وصلت عينان لحافة النهر. لقد تمنت أمنية
ولوحت بالعصا السحرية، وظهرت طاولة مليئة بالطعام. وبرؤية الأختان لذلك اندهشا كثيراً. ها، عينان تملأ معدتها بالطعام اللذيذ كل يوم ولا تشاركنا إياها أيضاً. ركضت عين وثلاث عيون للمنزل وأخبرتا أمهما بما رأياه. لم تصدق الأم ما سمعت وكانت غاضبة جداً. اختبأ الجميع قبل أن تصل عينان، وبمجرد وصولها واجهتها أمها وأخذت العصا من يدها وكسرتها لنصفين. لا، لما فعلت هذا؟ لقد كنت تأكلين أشهى الأطعمة بدوننا، لا طعام لك بيننا مجدداً. حزنت عينان كثيراً وأخذت العصا المكسورة وذهبت للخارج وهي تبكي. في هذه اللحظة ظهرت الجنية الطيبة أمامها. لا تبكي يا عينان، خذي بقايا العصا وادفنيها تحت ضوء القمر وستبتسمين مجدداً. واختفت الجنية مجدداً بدون أن ترى عينان وجهها. ذهبت عينان لتنفذ أوامر الجنية، وفي اليوم التالي نمت شجرة بأغصان فضية وفاكهة ذهبية فوق مكان دفن العصا المسحورة. لقد كانت رائعة. أرادت الأم والأخوات الذهاب للشجرة والتقاط الفاكهة، لكن كلما أوشكنا على الوصول للفاكهة كانت أغصان الشجرة ترتفع. برؤيتها لذلك ذهبت إليهم عينان على الفور. ربما أستطيع إحضار الفاكهة من هذه الشجرة. لم نستطع حتى لمسها، كيف ستنجحي أنت؟ مدت عينان يدها ناحية الشجرة. أعطني بعض الفاكهة والفرح أيتها الشجرة اللامعة. بعد كلماتها الرقيقة مالت الشجرة نحو عينان واستطاعت بسهولة قطف الفاكهة. أرادت أن تعطي أمها وأخواتها من الفاكهة، لكن غيرتهن كانت أكبر. ها، أستطيع فعل ذلك. أعطني بعض الفاكهة والفرح أيتها الشجرة اللامعة. أعطني بعض الفاكهة والفرح أيتها الشجرة اللامعة. لم تستجب الشجرة لما تقوله عين وثلاث عيون. كيف تستجيب هذه الشجرة لكلمات عينان فقط؟ وبهذه اللحظة اقترب فارس وسيم على حصانه. انصرفي يا عينان، اختبئي خلف الأغصان، لا تحرجيننا بأنانيتك هذا. استجابت عينان لكلام أمها واختبأت والفاكهة بيديها. وعندما وصل الفارس إلى الشجرة اللامعة وقف مندهشا. واو، إن أعطتني صاحبة هذه الشجرة غصنا فضيا سأجعلها أسعد شخص في العالم. نحن ملاكها سيدي، أستطيع إعطائك غصناً فضياً. قفزت عين وثلاث عيون لتجلب غصناً للفارس، لكن عبثاً فلم تستطيع حتى لمس ورقة منها. هل قلتن أن هذه الشجرة لكن؟ إذن لما لا تستطعن أخذ غصن واحد منها؟ أرادت عينان أن تخرج وتعطي الفارس الفاكهة، لكنها كانت خائفة من أخواتها وأمها فمكثت مكانها تبكي. ثم ظهرت الجنية الغامضة مجدداً. أيتها الجميلة، خذي ورقة من أوراق الشجرة وضعيها ناحية قلبك واتجهي نحو الفارس بلا خوف. فعلت عينان ما أخبرتها به الجنية، فتحول لباسها المهترئ لفستان لامع وجميل، وخرجت فوراً من مخبئها خلف الأغصان.
وتقدمت نحو الفارس. ذهل الفارس بجمال عينان ولم يستطع إبعاد عيناه عنها. أستطيع إعطائك غصناً فضياً وفاكهة ذهبية سيدي. سأجعلك أسعد شخص في العالم يا جميلة العينين، هل تتزوجينني؟ وافقت عينان فوراً على عرض الزواج من الفارس، واعتذرت منها أمها وأختاها الغيورتان. ظننا أنك بلا فائدة لأنك أصغرنا يا عينان، لكنك ذكية وقلبك طيب يا عينان، نعتذر أختي. سامحت عينان أختيها وأمها. الشجرة الفضية الآن ملككن، تستطعن أخذ ما شئتن من الفاكهة. بعد كلمات عينان الرقيقة ظهرت الجنية الغامضة فوق الشجرة الفضية وأظهرت وجهها لأول مرة. لقد تفاجأت عينان عندما رأت أن الجنية تمتلك 3 عيون، وأدركت حينها أن الناس يحتاجون قلباً طيباً ليفعل الخير ولا يهم كونهم مختلفين. ثم ركبت عينان والفارس على ظهر الحصان وانطلق نحو السعادة الأبدية. الفتاة الكسول. في قديم الزمان كان يعيش أب وابنتاه في أرض بعيدة جدا. كانت إحداهما مجتهدة كثيرا وكانت الأخرى كسولا للغاية. أختي هل ساعدتني؟ فأنا متعبة. لا، أنت من تقوم بأعمال التنظيف، فلما أجعل أنا يداي تتسخ إذن؟ كان أبوهما العجوز يعمل بجد دائما، وجبتهم الوحيدة كانت الشربة والخبز الجاف بالمساء. وبيوم طلب الأب من بناته طلبان. ابنتاي العزيزتان، تعلمان أنني أحبكما جدا. كنت أفكر، أنتما الآن كبرتما وحان الوقت لكما لتحمل المسؤولية، أريدكما أن تجدا عملا وتعملا. معك حق يا أبي، باكرا سأبحث عن عمل. وماذا عنك يا ابنتي؟ أختي لابد أن تبحث عن وظيفة، فكما تعلم هي تحب العمل، وأنا أفضل القيام بأعمال المنزل يا أبي. كان الأب سعيداً لرؤية حماس بناته. عندما كانت الفتاة المجتهدة على وشك المغادرة، جاء أباها إليها. ابنتي العزيزة، لدي نصيحة لك، لا ترفضي أبداً مساعدة من يحتاجك، وكوني مجتهدة وأحبي عملك، وافعلي ما بوسعك لتأديته على أتم وجه. شكراً لك يا أبي، سأعمل بنصيحتك. أحسنت يا ابنتي، مع السلامة. انطلقت الفتاة المجتهدة لتبحث عن وظيفة، بينما الفتاة الكسول لم تقم بعمل أي شيء من أعمال المنزل. سارت الفتاة المجتهدة لأيام ولم تجد أي أحد لتعمل لديه. وبعدها رأت الفتاة المجتهدة شجرة بأغصان وجذور جافة. مرحباً أيتها الفتاة، هل نظفت الأغصان اليابسة عني وأعطيتني بعض الماء لجذوري؟ وبالفعل أزالت الفتاة المجتهدة كل الأغصان الجافة حتى تورمت يداها. وسقت الشجرة من الماء الذي كان معها. شكراً أيتها الفتاة، ولكن الآن لم يعد لديك الماء. لا يهم، احتجت للمساعدة وساعدتك، سأجد ماء بطريقي. وأكملت طريقها. وبعد مدة مرت الفتاة بجوار موقد كان محطما.
مرحبا أيتها الفتاة، هلا أصلحتني وجعلتني أبدو أفضل؟ أخذت الفتاة حفنة من الطين وقامت بملء جميع الشقوق في الموقد. شكرا أيتها الفتاة، ولكنك قد اتسخت بسببي. آه لا يهم، لا تهم الملابس، أنت كنت بحاجة للمساعدة وأنا ساعدتك. تركت الموقد الذي بدا وكأنه جديدا وأكملت طريقها، وبعد مدة رأت حملا لطيفا لكنه كان أسودا كالفحم من رأسه لقدميه. أهلا يا صغيرة، لقد سقطت بالفحم واتسخت، هل يمكنك تنظيفي في هذه البحيرة؟ نظفت الفتاة الحمل بماء البحيرة وعاد أبيضا كما كان. شكرا لك، لكنك ابتللت بسببي. احتجت للمساعدة وساعدتك، وكنت متسخة والآن أصبحت نظيفة. أكملت الفتاة طريقها، وعندما حل المساء وصلت لبيت جميل تعيش فيه الجنيات السبعة، ودخلت الفتاة إلى المنزل. مرحبا بكن، أعتذر لدخولي منزلكن بدون استئذان، لقد جئت باحثة عن عمل لديكن. بإمكانك العمل هنا، هناك سبع غرف بالمنزل، عليك تنظيف ستة منهم فقط، ولا تدخل الغرفة السابعة أبدا. قبلت الفتاة الوظيفة وكانت تنظف الستة غرف يومياً باجتهاد، ولمدة سنة كاملة لم تدخل الغرفة السابعة. وعندما أصبح لديها مال كافٍ استأذنت لتعود لمنزلها. بالطبع بإمكانك الذهاب للمنزل، لكني أتساءل لما لم تدخل الغرفة السابعة؟ لقد كان أبي يخبرني دائماً أن أقوم بعملي كما هو، وقد كان عملي تنظيف الستة غرف وعدم دخول الغرفة السابعة، وهذا ما فعلته. نحن نريد أن نكافئك على أمانتك واجتهادك، تعالي معنا، تعالي. طلبت الجنيات من الفتاة أن تدخل الغرفة السابعة. كان هناك العديد من العملات الذهبية والفضية، والآن تدحرجي على هذه العملات، وما يمسك بك يكون لك. تدحرجت الفتاة يمينا ويسارا، لقد كانت تلمع كالنجوم. وبعدها تركت الفتاة الجنيات لتعود للمنزل، وبطريقها رأت الحمل الذي نظفته من قبل، كان مغطاً باللآلئ. لم أنسى معروفك معي أيتها الفتاة، هيا خذي ما تشائين من اللآلئ. شكرت الحمل وغطت يدها وعنقها باللآلئ وأكملت طريقها، ومرت بجوار الموقد الذي أصلحته من قبل. لم أنسى مساعدتك لي أيتها الفتاة، خذي خبزي الساخن وكعكي اللذيذ، إنها لك. أكلت الفتاة بعضاً من الخبز وأخذت البعض معها، ومن ثم أكملت طريقها. وبعدها رأت الشجرة، لقد كانت أغصانها مغطاة بالفواكه. تعالي أيتها الفتاة، لم أنسى مساعدتك لي، خذيه، كل عصير العنب هذا لك. شكرت الفتاة الشجرة وتركتها لتعود لمنزلها. ها؟ لا أصدق، إنه منزلي أخيرا. استقبلها أباها وأختها الكسول، لقد كان معها العديد من اللآلئ والذهب. وغارت أختها الكسول عندما رأتها بهذا الثراء.
انظروا لهذه العملات، علي أن أجد عائلة ثرية لأعمل لديها. إذا حصلت هي على اللؤلؤ فأنا سأحصل على الزمرد. وأخبرت والدها أنها ذاهبة للبحث عن عمل. حسناً يا ابنتي، لكنك لم تعملي حتى في المنزل، فكيف ستجدين عملاً ما؟ ذهبت الفتاة الكسول قبل أن ينهي الأب كلامه. سارت ليال وأياماً حتى وصلت لشجرة أغصانها جافة، وسألتها المساعدة. مرحباً أيتها الفتاة، هلا نظف؟ لا أستطيع مساعدتك، الجو حار وشعري سيصبح غير مرتب. سلام. أكملت طريقها حتى رأت أمامها موقداً محطماً ومشقق، وسألها المساعدة. لا أستطيع أن أجعل يدي رقيقة تتسخ من أجلك، أخشى على طلاء أظافري. سلام. لم تساعد الموقد أيضاً، وبعدها مرت على حمل كان متسخاً كالفحم الأسود، وطلب منها أن تحممه. إيو مقزز، هيا ابتعد عن طريقي أيها الحمل القذر. وركضت الفتاة الكسول. إنه حمل كسول لا يقوى على تنظيف نفسه. وصلت إلى بيت ضخم وطلبت من الجنيات أن تعمل عندهن، وطلبت منها الجنية أن تمكث لمدة عام وتنظف 6 غرف فقط. لا تنسي أيتها الفتاة، لا تدخل الغرفة 7 أبداً. وعلى مضض كانت تنظف 6 غرف لأشهر. وبيوم تغلب فضولها عليها ودخلت الغرفة 7. وبدلاً من عملات الذهب والفضة وجدت نحلاً وخفافيش. أحاط بها النحل من كل جهة وأصابها بندوب كثيرة، لقد كانت متألمة جداً. وفوراً تركت المنزل وبدأت تركض باتجاه منزلها. وبينما هي تركض رأت الحمل الذي طلب منها المساعدة، لقد كان مغطاً باللآلئ. كانت تود أن تحصل على بعض منه، لكن الحمل ركض بعيداً عنها. استمرت بالمشي وكانت متعبة جداً. وفي هذه اللحظة وصلت للموقد الذي رفضت أن تساعده. لقد كان هناك خبزاً طازجاً شهياً على الموقد، وعندما أرادت أن تشتري بعض الخبز اشتعل الموقد وأحرق يدها. ركضت بعيداً عن الموقد ومرت بجوار الشجرة التي رفضت أن تساعدها، وكان عليها العديد من الفاكهة اللذيذة. عندما كانت تحاول أن تلتقط العنب مالت الشجرة لليمين. ذهبت الفتاة لليمين فمالت الشجرة لليسار. تعبت من محاولة التقاط الفاكهة ويأست من أكلها. سارت لمدة 2 متواصلين، وأخيراً وصلت منزلها. رأى الأب وابنته الإبنة الكسول عائدة للمنزل بحال مزرية وجروح، وأخبرتهم بما حدث معها وهي نادمة جداً. لا أصدق، لقد تألمت بشدة. أختي العزيزة، أتمنى أنك فهمت أهمية العمل الجاد. تذكري يا ابنتي، حين تكونين صادقة وتعملين بجد في هذه الحياة ستكافئين حتماً. ومنذ ذلك اليوم تركت الكسل نهائياً.
عملت الأختان بجد وكوفئوا على ذلك، وعاشت هذه العائلة الصغيرة حياة سعيدة مسالمة منتجة. في قديم الزمان، في أراضٍ بعيدة بعيدة وفي منزلين متجاورين، عاش هناك زوج من الأصدقاء الحميمين، هما كاي وجردة. أثناء ليالي الشتاء الباردة، كانت أكبر متعة بالنسبة لكاي وجردة هي موعد القصص الخيالية التي تحكيها جدة جردة. من أين يأتي البرد والثلج؟ سألت جردة. من مكان بعيد، أجابت الجدة وبدأت تحكي قصتها. كانت هناك مملكة مغطاة بالثلوج، وكانت ملكة الثلوج تعيش وحدها في قلعة الجليد المصنوعة بالكامل من سحرها الخاص. كانت ملكة الثلوج جميلة للغاية ونقية مثل الثلج، لكن ملكة الثلج كانت قاسية القلب، وكانت الكثير من الأعاجيب مخبأة داخل قلعة الجليد الباردة المسحورة. المرآة الجليدية كانت واحدة من تلك الأعاجيب. من خلال تلك المرآة كانت ملكة الثلوج ترى كل ما يحدث في العالم. في تلك اللحظة رأت جيردا ملكة الثلوج تشاهدهم من وراء زجاج نافذة. كي جدتي انظروا، إنها ملكة الثلوج، إنها تراقبنا من خلال النافذة. أنا متأكد أنها قطة تتجمد من البرد. هل بإمكان ملكة الثلوج المجيء هنا؟ فلتحاول فعل ذلك، عندئذ سأرميها بنفسي بسرعة داخل المدخنة، وعندها سوف تذوب وتتحول إلى ملكة المياه. سمعت ملكة الثلوج ما قاله كي بينما كانت تنظر عبر مرآة الثلج. إذن سوف ترميني في المدخنة وتحولني إلى ملكة المياه، ها؟ يا قطع الجليد، فلتطيري بأمري وتجدي هذا الفتى، اجعلي عينيه وقلبه لي، اجعلي رؤيته لكل ما حوله شريرة، وانزعي من قلبه كل الحب. هكذا أمرت ملكة الثلوج قطع الجليد. فجأة هبت عاصفة ثلجية أمام منزل جردة. كانت قطع الجليد تتحرك مسرعة نحو جردة حين فتح كي النافذة في فضول منه لمعرفة ما يحدث. صرخت جردة فوراً: كي توقف! لكن بعد فوات الأوان. عيناي، لقد لسعني شيء ما في عيناي. قلبي، ماذا يحدث؟ وفي هذه اللحظة كانت لعنة ملكة الثلوج تنفذ بواسطة قطع الجليد. تم اختراق قلب وعينا كي وتحول إلى شخص آخر. سألته جردة عما حدث، لكن كي نهرها وصرخ فيها: لا شيء، أنا بخير، اتركيني وحدي. كان هذا أمراً مريباً، لم يكن كي فظاً في معاملته لجردة هكذا من قبل. لم تفهم هي لماذا أصبح فجأة يتصرف بهذا الشكل. استمر سلوك كي الفظ حتى صباح اليوم التالي، عندما كان كي يقود زلاجة الجليد الخاصة به إلى خارج الحديقة. سألته جردة إلى أين يذهب، فنهرها مرة أخرى. قفز كي على زلاجته وتحرك بعيداً، حاولت جردة اللحاق به ولكنها لم تستطع. فجأة ظهرت ملكة الثلوج على زلاجتها من مكان مجهول، وقد بدأ كي في اتباعها. كانت جدة مندهشة ولم تستطع فعل أي شيء بينما كان يختفيان عن الأنظار. كانت ملكة الثلوج تقوده إلى القلعة الجليدية الخاصة بها. جلست جردة أياماً أمام نافذتها تنتظر عودة كي. فاتت الأيام والشهور وانقضى الشتاء، وما زال كي غائباً لا أثر له. لم تحتمل جردة الانتظار أكثر من ذلك، فقررت التصرف. حاملة فقط المرآة التي منحتها إياها جدتها، خرجت تبحث عن صديقها العزيز كي. عبرت جردة الشجاعة طرقاً كثيرة وسألت كل من مر به إذا كان قد رأى كي في أي مكان، ثم وصلت أخيراً إلى ضفة النهر فنظرت حولها ولم ترى أحداً تستطيع سؤاله عن كي.
ثم توجهت للنهر بالسؤال، ولكنها لم تحصل على رد. في هذه اللحظة أتى إلى جانبها أحد طيور النورس. بالتأكيد سيستطيع النهر الإجابة عن أسئلتك، لكن يجب عليك أولا أن تقدمي له هدية. خلعت جردة قلادة عنقها المفضلة لديها ووضعتها على سطح المياه. فجأة حدثت معجزة، وظهر من العدم قارب صغير أمامها بالضبط. اعتقدت جردة أن النهر أحب هديتها وأنه يرد الجميل، وما أن قفزت على ظهره بدأ القارب يتحرك وحده دون توجيه. في هذه اللحظة جاء غراب يطير فوق رأسها، كان يبدو كأنه يريد إخبارها شيئا ما، فبدأت جردة تتبعه. ظلت تتبع الغراب لفترة حتى وصل إلى البحار الجليدية، ومباشرة في وسط الجليد كانت هناك سفينة قراصنة باقية منذ بعض الوقت، حيث طار الغراب ووقف عليها، فتبعته جردة على قاربها حتى وصلت للسفينة. حسناً، أهكذا سأصل إلى قلعة الملكة في سفينة القراصنة هذه؟ ظهر القراصنة على سطح السفينة، وبدأت إحدى القراصنة الفتيات تتوجه نحو جردة. سوف تذهبين أينما نذهب نحن، وهذا يعني لا مكان على الإطلاق. في نفس التوقيت كانت ملكة الثلوج تحاول جعل كي ينسى كل شيء عن ماضيه، ونجحت في ذلك إلى حد ما، لكن مهما فعلت لم تكن جردة تفارق ذاكرته. جردة؟ أوه جردة، قريبا سيتحول قلبك إلى قطعة من الجليد ولن تتذكر أي شيء. عند معرفة الفتاة القرصان أن كي محتجز داخل قلعة ملكة الثلوج، نصحت جردة أن تنسى كل شيء عنه، حيث لا توجد طريقة لإخراجه من هناك. لن أنسى، إنه صديقي المقرب، يجب أن أعثر عليه، ردت جردة. لم تستطع الفتاة القرصان استيعاب إصرار جردة. في الواقع أرادت الفتاة أن تبقى جردة وتصبح صديقتها، لكن جردة كانت مصممة على إيجاد كي. سأفعل كل ما بوسعي لإنقاذه. أعجبت الفتاة القرصان بموقف جردة وقررت مساعدتها، والسبب أنه لم يكن لديها أصدقاء من قبل. في صباح اليوم التالي أحضرت الفتاة القرصان لجردة حيوان الرنة، كانت الأسرع في مملكة الجليد كلها، وستقود جردة عبر الطريق. أعدني أنك ستنالي من تلك الساحلة الجليدية، وبذلك ستنقذي سفينتنا أيضاً. أعدك، سوف أرد لك المعروف. بركوب حيوانها ذهبت جردة في طريقها. كان يجب عليها أولاً أن تعرف كيف ستقوم بهزيمة ملكة الثلوج، سوف تقودها الرنة لذلك. بعد رحلة طويلة وصلوا إلى القطب الشمالي. قابلهم رجل حكيم ورحب بهم. حسناً، أخيراً أحضرت المرآة. لم تفهم جردة كيف عرف الرجل الحكيم بشأن مرآتها، ولكن بالرغم من ذلك عرفت أنها أتت إلى المكان المناسب، لذلك أخرجت مرآتها وأظهرتها للرجل. حسناً، أيجب أن أنال من ملكة الثلوج بواسطة هذه المرآة؟ هذه مرآة سحرية، إنها تخبر بالحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة، مهما كانت مخبأة عميقاً جداً. وحيث أنه لم يكن هناك أقوى من الحب الصادق، كانت القوة الحقيقية بداخلنا جميعاً هي الحب. عرفت جردة حقيقة ملكة الثلوج، وذلك بفضل الرجل الحكيم. إذا استطاعت أن تكشف حقيقتها فهذا يعني أنها تستطيع هزيمتها، حيث أن حقيقة الأمر أن ملكة الثلوج كانت في الماضي فتاة صالحة مفعمة بالحب، أينما لمست بيديها أزهرت الورود وتوهجت عيناها المشرقة ببريق أقوى من الشمس. كانت فتاة مميزة وسعيدة، اسمها ليلا، لكن الجميع كان يعتقد أنها ساحرة صغيرة ولم يلعبوا معها أو حتى يتكلموا معها. ومع بقائها وحيدة لم تكن ليلا فتاة سعيدة منذ ذلك الحين، وبدأت تكره كل ما ومن حولها، حتى أتى يوماً تمنت فيه أمنية،
فليتحول كل من أساء لي إلى جليد. ثم أنشأت قلعة من الجليد وعاشت بها بعيدا عن الجميع، وحيدة بلا أي حب ولا بهجة. وصلت جردة إلى قلعة ملكة الثلوج، وعندما دخلتها رأت كي بالداخل في أحد الأركان يصنع تمثالا من الجليد. أنت هنا، لقد وجدتك كي. هذه أنا جردة، ألا تتذكرني؟ نظر كي إلى جردة لكنه لم يتعرف عليها. قلبه مثل كل شيء هنا، لقد تحول إلى جليد. لم تعد جردة انتباها لما تقوله ملكة الثلوج. اتركيه وشأنه، إنه ينتمي لي الآن، سوف أحوله إلى جليد أيضا. لا، لن تفعلي كي، أنا أحبك. بدأ كي يتذكر ببطء. جردة، نعم أنا أتذكرك الآن. بغضب شديد هزت ملكة الثلوج عصاها السحرية بسرعة الضوء، فخرجت من طرفها لعنة الجليد. وفي تلك اللحظة أخرجت جردة مرآتها ووجهتها في مقابلة اللعنة، فاصطدمت اللعنة بالمرآة واختفت. ثم أتت اللحظة ونظرت ملكة الثلوج في مرآة جردة فقط لترى أن الانعكاس بداخلها ليس لوجهها، وإنما لوجه فتاة صغيرة، وجه ليلى. فجأة عادت ملكة الثلوج لذاتها الصغيرة المحبة، وعادت ليلى من جديد. أشكركم بشدة، الآن أعرف من أنا حقا، أنا حرة من جديد. وداعا. نظر كي وجردة نحو بعضهما البعض وابتسما. من الآن فصاعدا لن يفترقا أبدا، وسيكبرا معا تماما مثل الأزهار التي زرعاها في ساحتهما الأمامية.